الله الله الله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. عرفش انا يا الناس تبارك الله، راه كاين ناس شجعان، ولكن ما عرفتش هادشي واش تهور ولا الشجاعة. ما عرفتش، المهم في لي كومونتير الخوت، في لي كومونتير واش هادشي تهور ولا الشجاعة. المهم باش نبارطاجيو مع الناس بصراحة، راه كيعوب. شوفوا شوفوا، او لا لا لا، او يا سلام يا سلام، والله الا باز راه يعوم. اس راه غادي راه غادي راه غادي. شوف 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 شوف، اللهم بارك يا رب العالمين، اللهم بارك. السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الان حنا كنتواجدوا في مدينه توريرت، مدينه العزيزه، المدينه الرائعه وادزا. الحمد لله وادزا يعود الى الحياه بعد مده طويله تبارك الله. كما كتشوفوا بصراحه منظر هائل، اللهم بارك. فيضان وادزا، غادي نقول لكم ان شاء الله الحدث مباشره من توريرت وادزا. هذه هي القنطره ديال وادزا، اللهم بارك يا رب العالمين، اللهم بارك اللهم بارك. نحاول ننقل لكم هذا الحدث مباشره من توريرت، المدينه الرائعه مدينه الزيتون. توريرت، اللهم بارك يا رب العالمين. فيضان وادزا كما كتشوفوا. بارطاجيو خوتي هذا الفيديو، واشتركوا في القناه عبد اللطيف القنوري باش يوصلكم دائما الجديد مباشره معكم من توريرت، مدينه العزيزه، مدينه الزيتون، فيضان وادزا. كما كتشوفوا اللهم بارك، هاد اليومين اللي طاح هاد الشتي وتبارك الله، الفيضان ديال هاد الواد هذا يعود الى الحياه بصراحه. اللهم غيثنا غيثا نافعا يا رب العالمين، اللهم غيثنا يا رب العالمين، اللهم غيثنا، اللهم بارك يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. نحاول ننقل لكم هذا الحدث مباشره معكم من مدينه توريرت وادزا، اللي معروف مدينة توريرت. صراحة اخوتي ما عرفتش هاد الشتا فين طاحت بالضبط، اللي يعرف هاد الشتا فين طاحت، راه هنا في توريرت ما طاحت الشتا، في بركان ما طاحت الشتا، في وجدة ما طاحت الشتا، المنطقة الشرقية ما طاحتش فيها الشتا نهائيا. بغيت غير نعرف هاد الشتا هادي فين طاحت، اللهم بارك يا رب العالمين. اللي يعرف هاد الشتا فين طاحت يكتبها لنا في لي كومونتير باش كاع نستافدوا. حنا كنحاولوا ننقلوا لكم البث المباشر مباشره معكم من توريرت وادزا، اللهم بارك يا رب العالمين، اللهم بارك. هذه هي القنطره، الطريق الرئيسيه الرابطه ما بين بركان، العيون، وجده، توريرت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين، اللهم بارك يا رب العالمين، اللهم بارك لنا يا رب العالمين. كما كتشوفوا الوادزا يعود الى الحياه بعد مده. بصراحه هذه غير واحد 3 ايام انا فت منها كان ناشف. كما كتشوفوا تبارك الله الفيضان، الحمد لله يا رب العالمين على هذه النعمة. هذه راه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. بغيتكم اخوتي تبارطاجيو الفيديو وتشتركوا في القناة باش يوصلكم دائما الجديد مع عبد اللطيف القنوري. والان حنا كنتواجدوا مباشرة مدينة توريرت العزيزة، مدينة الشرقية، مدينة الرائعة، رجال ونساء تبارك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. نقل لكم هذا الحدث مباشرة اخوتي باش انتم تشوفوا الاجواء ديال الواد، اللهم بارك يا رب العالمين. كما كتشوفوا فيضان وادزا بشرط ساعة واحد صراحة، اليوم زوج عفوا، اليوم زوج.
واخا الفيضان الاولاد تاهم راهم يعوموا هنايا راهم لهي في القنت. كاين واحد الساقيه غير صغيره ها هي هنايا كيعوموا بها. ها هي نوريها لكم باش نتوما تكونوا عارفين. ها هي هذه الساقيه هذه ما عرفتش فين كتدي هذه الساقيه هذه كتدير شي بلاصه اخرى عاود اللي كيسقيو بها الجنانات يمكن ولا ما عرفتش كيعوموا بها الدراري هنايا. الله الله اللهم بارك يا رب العالمين اللهم بارك اللهم زدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين اللهم غيثنا غيثا نافعا يا رب العالمين اللهم بارك لنا يا رب العالمين. بصراحه هادشي هذا راه من فضل الله سبحانه وتعالى باش السدود يعمروا. راه كانوا السدود راهم كانوا نقصوا بزاف وهذا راه تبارك الله بشرى لنا يا رب العالمين باش السدود السد يعمر. صراحه هادشي هذا راه كيفرح والله العظيم كيفرح هادشي هذا باش السد راه كان نقص بزاف. كما كتشوفوا كانوا كيقطعوا المياه الصالحه للشرب على المنطقه الشرقيه كانوا كيقطعوا شويه مره ناحيه بركان وجده والناظور كانوا يقطعوا الماء. صراحه باش السد يعمر بالماء. واه تبارك الله كما كتشوفوا الله مبارك الله مبارك. شوف واحد الشجاع حتى هو راه باغي يقطع الواد. اوه يا سلام ما عرفتش انا يا الناس تبارك الله راه كاين ناس شجعان ولكن ما عرفتش هادشي واش تهور ولا الشجاعه ما عرفتش. المهم في لي كومونتير الخوت في لي كومونتير واش هادشي تهور ولا الشجاعه. المهم باش نبارطاجيو مع الناس بصراحه راه كيعوم. شوفوا اوه لا لا لا. اوه يا سلام يا سلام والله الا باص راه يعوم اس راه غادي راه غادي راه غادي. شوف 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 راه يعوم راه يعوم راه يعوم. قطع قطع راه غادي مع الطيار راه ماشي ما يقدرش يسبح عكس الطيار ولكن هو كيمشي مع الطيار. دائما الخوت البارطاج دائما البارطاج والاشتراك في القناه عبد اللطيف القنوري باش دائما يوصلكم الجديد مع عبد اللطيف القنوري. ونتمنى من الله تطلعوا هذا الفيديو هذا وتطلعوا هذه القناه هذه لحقاش كنديروا مجهودات باش كنوصلوا لكم الصوره في احسن جوده وكذلك احسن ما يكون. الله الله
الله الله الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. مباشرة معكم من وازة توريد فيضان الواد